في هذا اليوم 18/1/1444 من الله على شيخنا ابن مجلاد بخروجه من المستشفى طيب المتعافي، ونبي شيخنا الله يطول عمره أبو سعود يطمن الربع اللي يشاهدونا عن صحته الله يطول عمرك. أول شيء نقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أبو عبد الله وشاكر اهتمامك بالموضوع. والإنسان كل إنسان معرض لأخير، وتعرض لعارض صحي والحمد لله أجرى وقسطرة بمستشفى الملك سلمان التخصصي، وإن شاء الله في موازين حسنات الملك ولي عهده. وأبشرك من الأمور كلها زينة وتيسرات، وبشر كل الربع أن الأمور كلها زينة، لأن واجد يطمنون عنك الله يطول. أشكرك شكر جزيل وخاص، نقل مشاعر الربع لنا الله يطول عمرك. تسلم. شيخنا وسلامة دائما إن شاء الله. الله يسلمك الشيخ.